بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هو تبرينا نهزمنا اليوم، ولكن ما نهزمناش مع فريق اللي ضعيف، فريق اللي يستاهل الفوز ديالو بالطريقه باش لعب، اللاعبين اللي عنده. حنا بغينا نجيرو المقابله بلي موين اللي عندنا، موين دبوق سي فري برومير ميتون اون ليست الكره الفريق ديال الجيش الملكي، لانه حنا عارفين اش تابعنا، انه كتعرف عندنا دي شونجمون اللي قلال، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي ما نقدروش اننا نخرجوا نلعبوا الكره. اون دوزيام ميطا درنا دي شونجمون اللي عطاونا شويه ديال بعض التحركات خصوصا في وسط الميدان، وكذلك اون افون سي فري ما كريناش بوكو دي زوكازيون، هذا ناتج على عدم التسرع، حتى الدراري الكونفيونس ديالهم شويه ماشي اوجوردي، سي با الدراري اللي كنعرف نتيجه اللي ما كناش كنتوقعوها. صحيح على ان الفريق المغربي التطواني خصوصا في الشوط الثاني حاول ما امكن على انه يسجل هدف التعادل، كتجي ضربه جزاء اللي كتقضي على الامل ديال الفريق اللي كان كيطمع على انه يسجل التعادل. كنشكر اللاعبين على المجهود اللي كيقوموا به، لانه مجهود انك تلعب مع فريق في هذا المستوى والمويه اللي عنده. وحنا الناس كيعرفوا اننا فين كنتدربوا، يعني كتدرب في تيران لي سانتيتيك، صعيب على الدراري على انهم يجيروا اون ايكيب بحال هذه، وخصوصا اللاعبين ما كيطلقوا حتى لون دوزيام ميطون، هذا كيخلق لنا حنا مشكل كاطور تقنيه. كنشكر اللاعبين المجهود اللي قاموا به، صحيح على ان كاين البلوسير ديال الحذيفه، كاين بعض العياء لبعض اللاعبين. كنتمنى على ان هذه نتيجه اللي الفريق خصو يستافد منها، وكنتمنى على ان المقابلات الماجيه ان شاء الله يكون الفريق اتم الاستعداد باش نواجهوا هاد الظروف اللي حنا فيها. كنتمنى على اننا نتوفقوا في المقابلات المقبله ان شاء الله.